طيب هندسة صن، بعد كده هختار الحاجة اللي أنا شغال عليها. هو هنا هيبدأ إيه؟ يعمل بيلد وينزل لي الأبليكيشن على الموبايل. طيب تمام، هو هنا بيعمل انستولينج للاي بي كي وبيقول لي ان هو هيلانش الاكتيفيتي. الاكتيفيتي دي هو الديزاين بتاعه. فانا طلع لي هنا ايه، ويلكم تو اور اب، وكلمة لول بتاعتنا، وهنا دي المكان اللي انا هكتب فيه، وهنا جو. طيب لو جينا بصينا كده، اول حاجة احنا هنا هنكتب ايه يعني؟ انا عارف ان انا مثلا هكتب مسج، بس هل اليوزر عارف ان هو هنا هيكتب مسج؟ طب ليه ما نقولوش حاجه زي دي؟ تعالوا كده نشوف. هنا في الايديت تكست انا عايز اقول له اكتب مسج، يعني هقول له في تكست هنا وهقول له رايت يور مسج، وبعد كده ادوس على علامه البرق دي بحيث ان هو ما يبداش يعمل كل الخطوات. اوكي، هو انا بيقول ان هو في بيعمل ابديت مش عارف لايه كده يعني، فاحنا هنستخدم الرن العادي. بس عموما يعني علامة البرق دي ان هو مش هيقدر يعمل كل الخطوات بتاعة الابليكيشن، لا هو هيبقى في ساعتها كده على طول هيشوف بس انت غيرت ايه ويعدل فيه. فدي فيتشر جميلة جدا في الاندرويد، بحيث ان هو ما يفضلش يعطل الوقت ده كله. ماشي، هو كده خلاص خلص. وهنا طلع لي هنا ايه، رايت يور مسج، خلاص انا هدوس هنا وانا هكتب له اندرويد. اذا هو انا لسه امسح ده كله تاني، هو انا يعني دي مش حاجه حلوه طبعا ان انا كل ما افتح الاب الاقي حاجه زي كده. طب انا ازاي اكتب له مسج وهو برضو اول ما يكتب حرف تختفي على طول؟ هشيل بس كلمه تكست دي وهخليها هنت. هتلاقوا حتى هنا لونها ايه بقى، اللي هو زي الرمادي كده. فهرجع اشغل تاني. يا مسهل، كويس خلص. هنا ايه، قال لي رايت مسج، فانا هنا كتبت كاندرويد وانا دوست هنا ايه جو، ما حصلش حاجه. طب ليه ما حصلش حاجة؟ انا دلوقتي عايز اقول له اما تدوس على البوتن اللي هو جوه ده، خد الكلام اللي في الايديت تكست ده. طيب تعالوا كده نشوفها بالظبط واحدة واحدة. انا عايز اقول له اما تدوس على البوتن ده اللي هو هنا اون كليك. هنا بقى ايه الاون كليك دي؟ دي لو انا هنا مثلا سميها اي اسم انا عايزه، سميها بوتن كليك، دي هتبقى ميثود في الكود بتاعك. اول ما تدوس على البوتن ساعتها بقى يعمل اي حاجه انت عايزها. فعايزين نتعود على حاجه كده في السيشنز اللي جايه على طول. اول ما يطلع لي ايرور هدوس الت انتر. تمام، الت انتر دي هتساعدني، يعني هترجح ليا اكتر من حاجه استخدمها، فمنهم ان انا اعمل كرييشن لميثود اسمها بوتون كليك في المين اكتيفيتي وهكليك عليها. اللي هو راح للمين اكتيفيتي لوحده وهنا عمل لي ميثود اسمها بوتون كليك، ادي هنا بابليك عادي وفويد ما بترجعش حاجه، وده اسمها وبتاخد حاجه من نوع داتا تايب ايه، فيو. دي كده اول خطوه. طيب تاني خطوه ان انا عايز اخد التكست اللي جوه ايه، اللي جوه الايديت تكست ده. طب انا هاخده ازاي جو يعني ازاي؟ فهنديله هنا اتريبيوت بسيط جدا اسمه اي دي، ادوس انتر، وبعديها هيطلع لي اد بلس اي دي سلاش، ادوس انتر تاني. كل واحد فينا ليه رقم البطاقه بتاعه، والكل فيو من ده ليه الاي دي بتاعه اللي احنا بنحدده. يعني ما ينفعش احنا نعمل مثلا الاي دي ده زي الاي دي اللي فوقيه زي الاي دي اللي فوقيه، لا، كل طالما دول في نفس الفايل فخلاص كل واحد يكون مختلف عن التاني. فاحنا ممكن نكتب الـ ID بتاعها ET، ده اسمه، وده أنا بعرفه إن هو add plus ID. طب ليه أنا أصلا إيه أزمة إيه add plus ID كده سريعا؟ إن أنت بس بتفرق إن ده مش تكست، إن ده ID. تمام، فاحنا كده بنلاقي الـ ID بتاعها. نيجي هنا بقى في إيه، في الكود بتاعنا، عايزين نربط
احنا كده ربطنا ايه الديزاين بتاع البوتن بالجافا بتاعنا، بحيث ان لما ادوس عليها هيحصل حاجه. عايز بقى اربط الايديت تكست اللي في الديزاين بالجافا بتاعي، فعادي هعمل فاريبل عادي خالص اسمه ايديت تكست، تمام، هو اللي بيساعدني، وهسميه ايدي، هو كمان بيكمل لي بيقول بتاع اسمه ايدي تكست، انا ما عنديش مشكله. اوكي ايكوال، انا دلوقتي بدور على ايه؟ على الايدي تكست، والايدي تكست ده ليه اي دي ايه؟ اي تي. يبقى انا بدور على الاي دي بتاع الايدي تكست، تمام. بس زي ما احنا اتفقنا ان الكود بتاعنا بيبتدي من الاون كريت، فانا هعمل الخطوه دي هنا في الاون كريت، تمام. يبقى هنا edit text equal، انا بدور قلنا ايه على id، بس انا هكتب كلمة find، فطبعا هو ايه find view by id، يعني كأنه بالظبط بيقول لي find ال edit text بتاعك بال id بتاعه، دوس enter. فطبعا هنا ايه جوه ال brackets بيقول لي اديني مكان ال id، فال id مكانه فين؟ تعالوا كده نطلعها من الخريطة اللي عندنا دي. دلوقتي ال id هو هنا موجود جوه ده، اللي هو الديزاين بتاعي، يبقى موجود هنا جوه ايه رز. رز دي احنا بنختصرها عندنا في هنا بالكود بتاعنا بحرف ال R كابيتال، تمام. بعد كده دوس دوت، انا دلوقتي بدور على ايه على اي دي، يبقى انا دوت اي دي، تمام. دوت احنا كنا مسمينه هنا ايه اي تي، هتلاقيها ظهرت لي، وادوس انتر واحط السيمي كولون بتاعي. انا محتاج امتى بقى ياخد التكست اللي جوه الايديت تكست؟ يعني اول ما ادوس هنا على البوتن ياخد كلمه كاندرويد دي ويعمل بيها حاجه. فانا هاجي هنا جوه البوتن كليك اللي هو اول ما ادوس عليها هتحصل، وهنا هعمل ايه ايديت تكست، ايديت تكست بتاعي دوت. فاكرين في الانكابسيوليشن لما كنا بنسيف فاليو وبنجيت فاليو، هو هنا ايه دوت جيت تكست. كده التكست رجع لي كاوبجكت، ما رجعليش اللي هو السترنج العادي، فاحنا بس ندوس كمان دوت يطلع لي هنا كلمة ايه دوت تو سترنج. يبقى هو كده رجع لي هنا ايه، رجع لي فاليو. لو دوسنا كنترول وجينا اتحركنا عند الميثود دي هيقول لي دي بابليك، كلمة اسمها ابستراكت مالناش دعوة بيها، وهنا سترنج، يبقى هي بترجع لي حاجة من نوع ايه string. يبقى الفاليو راجع لي بس طايره في الهوا. انا محتاج ايه بقى؟ تمام، اظبطها واعمل لها سيفنج في variable من نوع string، هسميه returned string او اي اسم انت عايزه. فكده هو رجع لي، تمام. قبل ما نكمل هنتكلم على حاجه بسيطه كده، تعال نشوفها. خلاص كده اتكلمنا عن الاندرويد ستراكشر اللي هي الخريطة بتاعتنا اللي في الجنب، اتكلمنا على الفيو جروبس اللي هي مثلناها بالشقة، اللي احنا في السيشن دي نتكلم فيها عن اللينير لاي اوت، يا اما هحط الاوض بتاعتي تحت بعضيها يا اما جنب بعضيها. الاوض بتاعتي دي هي الفيوز. يبقى تاني لو جيت هنا عند الديزاين، اللينير لاي اوت دي اللي هي الشقة بتاعتي، ده الفيو جروب، واي حاجه جواه تكست فيو، تكست فيو اديت تكست او بوتن، دي هي الفيوز. اوكي بعد كده في هنا الفاينل اب اللي احنا شغالين عليه حاليا يعني، بس قبل ما نكمله تعالوا نقول حاجه سريعه. انا فعلا جوعت. هنا دي توستر. طيب بلس توست equal بديهيات توستر جواها توست. طيب ده ايه علاقته بالاندرويد بتاعنا؟ تعال طيب نشوف. سهم اتنين تلاتة، ايه ده ايه ده، ده سطر طويل جدا. طب احنا هنكتب ده كله واحنا اصلا مش عارفين ده ايه؟ لا مش هنكتب ده كله، احنا الاندرويد ستوديو هيساعدنا بطريقة حلوة جدا ان احنا نكتب السطر ده كله في بالظبط 5 ضغطات. طب تعالوا اصلا نفهم ايه هي التوست دي، يكون شكلها عامل ازاي في الابلكيشن. المهم ان احنا فهمنا الكونسبت بتاعها ان خلاص كده كده توستر، فانا هاخد دلوقتي
التوست اللي جواها هو خلاص هيختفي من التوستر دي عشان اكله. طيب لو جينا شفنا ادي هنا كان كاتب اس تي بي ومداس جوه ظهر له هنا ايه هلو اس تي بي، هي دي التوست اللي بتظهر حاجه زي التمبراري مسج، بتظهر لمده ثانيتين او 3 ثواني ونص وبعديها بتختفي. طيب تعالوا نشوف هنكتبها ازاي. عن جافا اول فولدر جوه هنا الجافا كود بتاعي، هنا جوه البوتن كليك اللي هي الميثود بتاعتي اللي هيحصلها اكسكيوشن اما ادوس على البوتن، هكتب حرف تي كابيتال وبعديها حرف الاو وادوس 3 تاب، تاب اللي هي ناحية الشمال فوق الكابس لوك، ادي 1 2 3 كتبت السطر كله. هو بس جاب لي هنا ايه يقول لي انت عايز تظهر ايه في التوست دي، فاحنا خلينا زي الابليكيشن بتاعنا اللي هو ده عادي، كاتب هنا هلو وبعد كده كاتب الحاجة اللي في الايديت تكست، فهنكتب هنا هلو ونكتب سبيس ونعمل لها كونكاتينيشن بالبلس مع السترينج اللي هو اسمه returned string. طب تعالوا نشغل ونشوف. يا رب ما يطلع لناش ايرور. طيب ما تفكرش ان هو اشتغل على طول، يعني هو اخد وقت طويل زي ما هو ياخد اي وقت كتير عندكم، بس انا قطعت في الحتة دي يعني عشان بعرف اعمل editing للفيديوز. طيب هنا بيقول write your message، بس كتبت حرف خلاص اختفت على طول الهنت دي، فاحنا هنكتب STT وممكن نخفي الكيبورد لما ندوس باك، وبعد كده هندوس هنا ايه جو، طلع لي هنا ايه هلو STB وهتختفي بعديها بثانيتين. لو جيت هنا شلتها تظهر الهند تاني، كتبت هنا كاندرويد دوست جو، هنا ايه كتبت له هلو كاندرويد.